السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم طاجين ديال البسباس بطريقه مبسطه وكيجي لذيذ بزاف. عندي هنايا الفخيضات ديال بيبي، عندي بصله كبيره اللي قطعتها على هذا الشكل، وعندي كميه قليله ديال القزبر. اما بالنسبه للعطريه فغادي نحتاج الملحه، البزار، خرقوم البلدي، جوج فصوص ديال الثومه، سكنجبير، وربع حامضه، وغادي نحتاج كذلك زيت الزيتون. صافي، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. نبداو على بركه الله بطريقه التحضير. اول حاجه غادي نضيفها العطريه، كنحاول نوزع العطريه على الطاجين كامل. وغادي نضيف البصله حتى هي. وغادي نضيف زيت الزيتون. وغادي نضيف الثومة، وغادي نقطع القزبر حتى هو طريفات صغيورين. صافي، وغادي نرد الطاجين فوق البوطه حتى يتشحر ليا ونحيدو. ندوزو دابا باش نقادو البسباس. انا غادي نوريكم الطريقه ديالي كيفاش كندير ليه. صافي، انا غادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي.
صافي. من بعد ما كملتو ضروري خاصكم تغسلوه، انا غادي نغسلو وغادي نديرو في شي شبيكة باش يقطر ليا من الماء. انا هنايا شعلت الفاخر، خليت الطاجين ديالي حتى تشحر فوق البوطة، عاد غادي نديرو فوق الفاخر ونخليه يطيب على خاطرو. راكم عارفين الطياب على الفاخر ماشي بحال الطياب على البوطة، سبحان الله كتكون فيه واحد النكهة لذيذة بزاف. صافي انا غادي نبقى نقلب مره مره بحال هكا بيبي باش يتشحر ليا من جويه بجوج. عندي هنايا الزيتون وعندي ربع حامضه وعندي البسباس من بعد ما صفيته من الماء. غادي نضيف البسباس هو الاول، غادي نستفو كامل على الطاجين ديالي. صافي من بعد ما استفتو غادي نضيف الحامض. اما بالنسبه للزيتون فما غاديش نضيفه دابا حتى يقرب يطيب لي الطاجين. صافي دابا غادي نغطي عليه ونخليه حتى يطيب. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي، كيفاش كيجي لذيذ بزاف وكتجي المرقة خاطرة. كنتمنى ان هذه الطريقة ديالي اللي شاركت معكم تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تخليوا لي التعليق ديالكم ولي جيم ديالكم في اسفل الفيديو. وما تنساوش تيليشارجيو عندكم لابليكاسيون ديال شهيوات اوما اللي متوفرة على بلاي ستور، فيها جميع الوصفات العربية والعالمية، غادي تنفعكم بزاف. نخليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفة جديدة، وشكرا لكم على المتابعة.